اهلا بحضراتكم مره تانية، وخلينا نقول لكم طبعا انه هنرجع على خبر مهم يمكن كمان ورد من شويه، لانه الحقيقه طبعا بيهمنا دايما نجاح اي شركه مصريه خاصه على مستوى اقليمي او مستوى دولي. ومن شويه الحقيقه يمكن اصدرت مجله فوربس قائمتها السنويه لاقوى 100 شركه في الشرق الاوسط لعام 2021، واللي ضمت الحقيقه اكبر الشركات العامله في اسواق المال واكثرها ربحيه وقيمه كمان في المنطقه. ضمت قائمه فوربس للشركات في مجالات البنوك والمقاولات، من بينها مجموعه شركات طلعت مصطفى، واللي صنفت ضمن اقوى 100 شركه في الشرق الاوسط لعام 2021. طبعا مبروك لشركات طلعت مصطفى كشركة مصرية ورأس مالها مصري. الحاجة المهمة جدا والجميلة قد فخرنا بكونها شركة مصرية قد ما يعني شركات البناء، يعني إذا كنا لسه في بداية الحلقة بنقول أن مصر بقت معروفة أنها دولة بناء، ويمكن ما هياش مفارقة لكنها صدفة لطيفة جدا أنه نقول أنه شركة من شركات الإعمار الكبيرة في مصر هي اللي بتحصد هذا اللقب. دي حاجة تفرح وحاجة تقول أنه في نماذج قابلة للتكرار. نجاح شركة بحجم مجموعة طلعت مصطفى يقول أنه هذه النماذج قابلة للتكرار، وأنه النموذج ده تحديدا يعني أشهد أنا بذلك، يعني أنه فيها قدر كبير من المصداقية، وأن المصداقية اللي حصلت في الأرض يمكن هي اللي ضمنت لهم النجاح على مدار هذه السنوات الطويلة.